شو موضوع المعارض هذه اللي يسوونها بين فترة والثانية، ومنو الجهة المختصة اللي يفترض أن تتابع أي مخالفات تحدث في مثل هذه المعارض؟ الحين السؤال، يسوون معرض خاص بالحريم و80% اللي يحضرونه جنوس، واللي يجون يسوون دعايات حق لبس الحريم جنوس، شو السالفة؟ يعني هل هم محسوبين علينا كحريم ولا شو الموضوع؟ أو تبون نتقبل وجودهم في كل مكان يخص النساء؟ في حد وراء الموضوع هذا؟ في حد قاعد يشجع على هذا كل الموضوع؟ معرض نلقى اللي يعرضون اللبس، لبس الحريم، واحد شاذ، واحد استغفر الله، يعني شو السالفة؟ ولين متى؟ وكيف تبوننا يعني نتقبل ونسكت؟ بعدين عفوا، يعني أرجع وأقول يا غريب كن أديب،